عايز اتكلم معاكم عن الفتره اللي انتوا استفدتوها بتواجدكم في المنتخب الوطني المصري. هبدا مع يحيى، قول لي الفتره اللي كانت ما قبل بروندو المدير الفني روبرتو جارسيا، بحكم ان هو احد افضل المدربين حاليا في العالم، استفدت ازاي من المدير الفني السابق وايضا من روبرتو جارسيا؟ يعني طبعا زي ما كنا بنتكلم من البدايه مع ديفيد كانت مهمه، و كان جاي في الوقت الصح ان هو الشخص اللي يبدا معاك، ان هو عنده حته التعليم والتركيز فيها موجوده عنده بزياده، وان هو يفضل ان انت تتقنها، يفضل على حركه واحده لحد ما ان انت تكون بتعملها وانت مغمض عينك، بيفضل وراك، وان هو كل تمرينه مهمه بالنسبه له. بيلعب على العامل النفسي كتير قوي قبل ما نبدا التمرين، ممكن يوقفك يقول لك مقولات من ناس مشهوره، معاني الحرب، حاجات معينه كده في الاول انت ممكن ما تفهمهاش، بس في وسط التمرين بعد ما التمرين يخلص يجي يقول لك انا النقطه اللي انا اتكلمت فيها كان قصدي ان انت تعمل كده في التمرين، انت ما وصلت لهاش، التمرين اللي بعدها لازم تعملها. فعلى طول هو كانه حطك في ميشن، كل تمرينه انت لازم تطلع بتاتشيف حاجه وتكون واصل لحاجه معينه، وهو بيقعد يقيمك عليها. الحمد لله يعني في فتره قليله، وبرضه هو ما اشتغلش معانا الوقت كله قبل كاس عالم بتاع الدنمارك، ووصلنا للمركز اللي احنا وصلنا له. بعد كده جه باروندو، طبعا الشغل اللي ديفيد عمله هو كان مسهل حاجات كتير على باروندو، هو عنده حته ان هو يوبزرف اكتر للعيبه ويقعد يتفرج عليها، يشوف الاتيتود بتاع كل واحد، بعد كده يبدا يحط بقى الغلطات بتاعه السيستم، او طبعا كل مدرب بيكون عنده اختلافات معينه في الفنيات، بس اعتقد ان احنا ظهرنا في يعني احنا في تونس حاسين احنا لعيبه كويسه جدا، بس احنا متحركين، في حد قايل كل حاجه نمشي عليها بالحرف، وطبعا انت بتبدع في النص بكل واحد بامكانياته اللي موجوده، بس كل ده بتوجيهات منه، وكل المذاكره اللي ذاكرناها، وكل ان انت تبقى من احنا من اول البطوله مثلا احنا هنلعب الكونغو بكره، بس بالليل بنتفرج على ماتش لتونس حته منه، كل شويه يديك حته ان انت تنام تصحى انت بتحلم باللعيبه اللي انت هتلعبها.